بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قبل ما ندخل في الفيديو الثاني تاع لاغوغلاسير، عندي واحد التوضيح على الفيديو الأول. أولا قبل ممكن يسمر صبابيط عمي محمد اللي هو بالنكاع الله يحمه ويوسع عليه، وقبله كان واحد يسموه سمنور يبيع لنا الحلوى. حضر الحاكم واحد المغارة صغيرة كذلك هي فيها عين يزقون منها الماء. نزيدو التوضيح الكبير هو على الفرار الهادي. الهادي هما زوج خواء توام، كاين الهادي وكاين أعمر. أعمر اللي ولد عنده عبد القادر وعنده محمد وعنده ثلاث شيرات، وكاين الهادي اللي مات الله يرحمه اللي عندها ولدها علي الناصر وحميدة وخمس شيرات. الهادي مات هنايا ومدفون في عيل البيضة، وعمر راه في الناظور ومازال حي الله يجعل ربي يطول في عمره. الهادي من بعد اللي حبسوا البحيرة كي قلعوا لهم ولا يخدم ماسو. هذه هي هذو هما اللي فرار الهادي الحيين الله ربي يجعل يطول في اعمارهم، واللي ماتوا الله يرحمهم. الهادي دروك اولادهم يسكنوا الناصر وحميده وعلي واحد خمس شيرات، هم يسكنوا في تليلات. نخرجوا من البيبينيار ونخرجوا من الباب الغربي، تما وين كان حوش كبير شويه كان سكن فيه، كان يسكنوا وحدهم في هذا الحوش هنايا، وحوش بنفسه جاي وحده عائله حمي. هذا حمي هما زوج خاوه يتشابهوا يعني توام، فوله وانقسمت. هما من اصل مغربي، إليهم حيين الله يطول في أعمارهم، وإلى ماتوا الله يرحمهم. هادو نظن نخرجوا من 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 رأس العين قبل 75، وتم أحدام هما. وهنا قبال حمي أحد المقابر مسمي مقابر، هذا كان حوش نقول عيطوا له حوش اليهودية اللي جاء على الجهة اليمنى كيكون قبل المقابر كوتي أست. الحوش كان دياه بريك، كان عنده حاسي. هذا بريك هو شوية أسمر، كان عنده حاسي كنا عمرو عليه الماء. وهذا الحوش كذلك اسكن فيه زيدان، اسكن فيه بو مسعود، هذا اسكن فيه كذلك قدور العجماوي خو عبد القادر الخديم تاع سيدي عبد القادر. هذا زيدان بو مسعود طاح مسكين في البور ومات في لاكاف تاع البور الله يرحمه ويرحم كل المسلمين. ينسى صورو وينسى حومتو القديمة، ما ينساهاش القبر تبقى في عقلو ديما. وانا حومتي راس المقبرة، مقبرة تاع ابن زاب اللي تأسست في 1856. ابن زاب كانوا يدفنوا بكري كما كل الوهارنا في سيد البشير. سيد البشير هي البلاطو حاليا. من بعد فرنسا حبت توسع المدينة، بدات تخوي في الـ في الـ في الـ في المكان هذاك، عطاتهم واحد في المقبرة تاع فرنسا، ما بغاوش قال لها كيفاش احنا مسلمين وندفنوا في المقبرة تاع الكفار. أول من بعد عطاهم في المقبرة تاع راس العين، عطاهم في راس العين لان راس العين كانت كاينه غير البيبيني، والبيبيني كانوا ديجا يخرجوا فيهم من هالموت اللي كانوا في متونين تما. لك قبلوا البلاصه هذيك عطاهم تماك زوج قطارات وشي حاجه الله يرحم الاموات. وانا حمصي راس العين رحت وما بقاش، ها
هدمت وطاحت وقدم احداه كان كاين حوش البكاي. حوش البكاي يسكن في البكاي هذا شق المقبره غادي كاينه كذلك كنا عيطوا له حوش اليهوديه. البكاي كان عنده زجوله كان عبد القادر والبكاي هو كبير فانا كذلك كان عنده حاسق وكنا نعمروا عليه الماء. هذاك الحوش سكن فيه شحال من واحد سكن فيه البكاي سكن فيه خالد المطار سكن فيه احمد بوانتيك هذو هما اللي كانوا يسكنوا في هذاك الحوش. حوش الهودي هذا كان كبير لما قسموه كان هنا في القنتي يسكن واحد يسموه جبار. جبار هذا كان يخدم في لاميري ومات الله يرحمه ويوسع عليه. كان عنده واحد الولد يسموه حميده. نحكي لكم ان انكدوت هنايا. حميده خطر دخل رقد على الزوج تاع اصبح سمع الحس في الحوش تاعه. هو طل من الثقه هو شاف واحد يقلع في الكسوان تاعه خرج له من الباب مليه دار ودخل له لقاه يقلع في الكسوان. هذاك الطفل ماشي من ديك الجهات الملك حكمه جبد اعطيه ما خلى فيه والو دق دقه كاع من بعد ربطه بالسلك ودا حتى لعند الرحم وكانوا يديروا براج الصيانات. قال لهم ماكم لقيت خاين يخون فيا في القش تاعي وهو القش اللي يخونه لي. قال له شكون دلاك كيما هاك؟ قال له انا يا ضربته. قال له حبس داوه للسيد الهواري للكوميساريا. لما داوه للكوميساريا هذاك السيد داوه للسبيطار وهو داوه فوتوه للشرع ضربوه في 3 أشهر. من بعد لحقت داري دموه لحقتين قراص وطلقوه ولكن قبضوا عليه 3 أشهر. هذه هي الانكدوت تاع حميده ولد جبار. الى وحي الله يطول في عمره الى مات الله يرحمه. دمعه في العين ديك الصوره ما زال في عيني غير البارح ذكريات هنايا كاين واحد لامباس هنا حداهم سي هنا كلمة الجهة هادي منا كاين لامباس. لامباس هي واحد المتر و30 متر و40 يطلع منا لا كيدور فوق يحيى يعاود يدير على بو عبد الله يفوت قدام الهواري لازم الله يرحمه ويوسع عليه ويخرج عند الجامع نتاع السي منور. هاد لامباس يخرج تما لك متى ما تنجم تروح من جهة الحولة الله يرحمها تنجم تروح مجد عمي الغزالي وعمي بن يحيى الله يرحمهم او تنجم تطلع حتى الله سيدي. هاد لامباس هذا هو اللي يدور كامل هناك في راس العين. راس العين خلات والصور تهدم والغرس دبال ما بقى في الارض خضار. شفت راس العين وبغيت نخمم وتفكر خاطري جماعتي معاوني في الحوش اليهودية ولكن تشوفوا هاد الدويرة ولكن من الجهة الفوقانية عند الدخلة تاعو واحد هامله هو الحاج محمد بن عواد الله يطول في عمره اللي عنده 3 شاشرة نور الدين عنده بن عيسى وعنده عواد اللي راه مريض طلبوا ربي يشفيه ان شاء الله وعنده 2 شيرات الله يطول في عمرهم. عمي الحاج بن عوال هو نسيب قادة والعمي بن صالح الله يرحمه قادة الله يطول في عمره ان شاء الله ولنا قريب نلحقوا لها السكنة نتاعه. مع ولاد الجار جالس حتى بقيت وحدي نتكلم راس العين علاش وليتي قفار كنتي بكري مشهورة كما يلزم حتفوتنا فراح وعلاس وتكسار القصبة والشيوخ غاصي متلايم والبرحة متناقرين غير القدار.